الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في قناتكم التقنية أسرار، وفي هذه الحلقة سنريكم أفضل 3 تطبيقات لتصوير شاشة الأندرويد. ونبدأ بالتطبيق الأول الذي هو ADV Screen Recorder. هذا التطبيق يعمل فقط على إصدار لوليبوب فما فوق. ندخل إلى التطبيق، وهو من أفضل التطبيقات تصوير الشاشة موجودة على جوجل بلاي. بدأ التصوير، ما عليكم إلا الضغط على أيقونة في الأعلى ومن ثم الضغط على البدء الآن، وستظهر صورة الكاميرا في الأعلى لبدء تصوير الفيديو، عليكم الضغط عليها وسيبدأ العد التنازلي ومن ثم يبدأ التصوير. الآن البرنامج يصور، ولإيقاف الفيديو ما عليكم إلا الضغط عليها ثانية وسيتوقف الفيديو، ويمكنكم مشاهدة هذا الفيديو في الملفات أو مشاهدة الفيديوهات التي صورتموها في هذه الصفحة. سندخل إلى إعدادات التطبيق. الإعداد الأول هو أنه يمكنكم قبل بداية تصوير الفيديو، سيكون هناك عدد تنازلي من 3 2 1 ومن ثم يبدأ تصوير الفيديو. وهنا يمكنكم تغيير وضوح الفيديو، ف720 بي هي HD، يمكنكم وضعها HD. هنا يمكنكم وضع إطارات في الثانية، فالأفضل هو 60 إطار في الثانية. وهنا يمكنكم إضافة مايكروفون، وهنا يمكنكم وضع كاميرا صغيرة يمكنكم تصوير أنفسكم وأنتم تصورون الفيديو بالكاميرا الأمامية، تظهر صورتكم مربع في الأسفل، وهو كذلك شيء جميل. ننتقل الآن إلى التطبيق الثاني، وهو AZ Screen Recorder. كذلك هو من أفضل التطبيقات، ولكن مشكلته الأساسية أنه يحتاج إلى دفع. بعد الضغط ستظهر لكم هذه الخيارات، نضغط على تصوير ثم البدء الآن، وسيبدأ التصوير بعد العد التنازلي 3 2 1، وسيبدأ الآن التصوير. لإيقاف التصوير عليكم إلا الضغط على إيقاف هنا، وكذلك يمكنكم مشاهدة الفيديو في الملفات. ندخل إلى الإعدادات. هذا البرنامج رائع، لكنه مثلا أريد تغيير هذه الإعدادات، يطلب مني مكتوب اشتري لنا كوب قهوة، يعني تبرع لنا. وهذه هي الميزة الفاشلة في هذا التطبيق، أنه عليكم الدفع، فيما جميع ميزاته موجودة في التطبيق الثاني بدون دفع. لكنه لا يزال تطبيق رائع جدا، يمكنكم وضع الفيديو بـ HD وكذلك استعمال مايكروفون ووضع الكاميرا صغيرة في الأسفل لتصوير أنفسكم وأنتم تصورون الفيديو. تطبيق جميل جدا، كذلك هو من أفضل التطبيقات على البلاي ستور. التطبيق الثالث وهو المعروف عالميا، وهو تطبيق موبيزن. يعمل كذلك تطبيق يعمل على إصدارات كيت كات فما فوق. كان يعمل على التطبيقات على إصدارات جيلي بيم، لكنه بدأ يعمل من الآن من الكيت كات فما فوق. يبدأ التصوير عليكم الضغط على الكاميرا في الأعلى ومن ثم البدء الآن. بعد العد التنازلي سيبدأ التصوير، ولإيقاف الفيديو عليكم الضغط هنا، ويمكنكم الضغط على واتش لمشاهدة ما صورته. هذا هو الفيديو الذي صورناه الآن، نضغط نشاهده. هذا هو الفيديو. تطبيقات جميلة، يمكنكم تحميلها من الروابط أسفل الفيديو. هذا هو درسنا اليوم، لا تنسوا الضغط على لايك للمزيد من هذه الفيديوهات، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.